الصيانة الهيئة الوطنية المغربية للإغاثة والإرشاد أولا أشكر هذا الأستاذ صلاح على هذه الالتفاتة اللي طلب منا الشراكة باش يدخل هذه الفنون الدفاعية في إطار الإسعافات الأولية. كنشكر كذلك السلطات المحلية على يد المساعدة، وكذلك أشكر رئيس مقاطعة زمرة بسودة على إهداء القاعة المغطاة اللي تكون فيها هذه الفنون الحربية. يحسن الشرف مرة أخرى السيد صلاح في هذه الفنون الدفاعية لأنها إيجابية ومهمة على الصعيد الوطني وعلى لتمكين الشباب من مسكين الشباب للمشاركة في الرياضة وفي الفنون الدفاعية، وكذلك أتمنى من الله أن تكون دورات أخرى ليستفيد الجميع. ربما لا يدرون أن هذه الفنون الدفاعية إيجابية، ربما هذه ستكون بداية إن شاء الله لنكون من هذا إلى أحسن إن شاء الله. أتمنى التوفيق. معك رجاء الحموي، الكاتبة العامة للهيئة الوطنية المغربية للدفاع عن النفس والحماية الخاصة ومنسقة الجمعيات. هذا النهار درنا واحد تنظيم دورة تكوينية في الدفاع عن النفس والحماية الخاصة والحس الأمني. بالنسبة للهيئة تضم خبراء في ميدان الأمن والحراسات الشخصية، وكذلك محققون اللي خضوا تكوينا وطنيا ودوليا. إنجاح هذه الدورة الأولى اللي كنتمنى ليها التوفيق والنجاح والاستمرارية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم هذا وطول هذه الأمطار ديال الخير ما هي إلا بادرة طيبة إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي غتكون واحد البذرة اللي غادي تعطي الثمار ديالها باش نوصلوا لواحد النتيجة اللي هي يكون عندنا واحد المنتوج محلي مغربي 100% ماضي مروك، باش نقدروا نقولوا رحنا في المستوى ديال العالمية ولا الدولية فيما يخص الحماية الشخصية ولا الحماية ديال الأشخاص ولا الممتلكات. يعني هذه شي حوايج اللي كتشرف المشرف على القائم ديال هذه الدورة الأستاذ صلاح جدو. وثانيا المغرب ديالنا ككل الحمد لله ديما مشبتين بالشعار ديالنا الأبدي والخالد اللي هو الله الوطن الملك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وإياده. السلام عليكم. شي كلمة للشباب؟ يعني الشباب اش غنقول لك؟ الحمد لله هذا كيفرح، لان شت ما شابات وشباب اللي هما جايين من المدن المغربية، ولما لا هاد المسألة كما قلنا الانسان اللي ما يقدرش يحمي نفسه ما يمكنش يحمي واحد الانسان اخر. معكم الدكتور صالح، رئيس العام للهيئة الوطنية المغربية للدفاع عن النفس والحماية الخاصة، وممثل عدة مدارس وأكاديمية دولية في مجال حماية الشخصيات والدفاع عن النفس في المملكة المغربية وفي أفريقيا. الحمد لله احنا اليوم في مدينة فاس لهذه الدورة التكوينية اللي الحمد لله اللي جاوا شباب من المملكة المغربية الحمد لله، اللي تنفتخروا بالشباب والشابات المغربيات داخل الوطن الحمد لله. وتنشكروا بعدك قبل كل شيء تنشكروا الصحافة اللي حاضرة قوة معنا الحمد لله، اللي تنشكروكم السلطة الرابعة، والحمد لله تنشكروا قبل من كل شيء تنشكروا السلطات ديال المملكة المغربية بمدينة فاس، لا من الإدارة الأمنية ولا من المقاطعة ديال المدينة. الحمد لله اللي لقينا واحد المساعدة كبيرة اللي عطاونا القاعة وعطاونا كل شيء الحمد لله، لا من الأمن الوطني ولا من القوة المساعدة ولا من السيد القائد السيد رئيس المنطقة الأمنية الحمد لله، ولا السيد الوالي الأمن اللي تنفتخروا بهاد الناس هادو الحمد لله اللي تيبلوا الخير لهاد البلاد وتيبلوا الخير لهاد الشباب وفي هاد المجال ديالنا ديال حماية الشخصيات ودفاع النفس. الأستاذ صلاح، شنو هي الأهداف ديال الدورة التكوينية اللي نظمتوها اليوم؟ الأهداف ديال الدورة باش الشباب المغربي الحمد لله باش غنبداو عنده باش ياخذ واحد التكوين في مجال الامن الخاص والمرافقه الصحيه والدفاع عن النفس. الاهداف قبل كل شيء اهداف الشباب باش غنكونوا شباب باش يبعدوا من المخدرات بعدا اول حاجه ومن الاجرام هذا، باش نعطيهم واحد الفرص في الحياه ديال العمل باش يلقى باش يدعم لي سيفي ديالو في العمل ديالو لا داخل المملكه ولا خارج المملكه. هو الهدف ديال الدوره كلش
الهدف باش ندخلوا حتى الروح ديال المواطنه الشباب المغربي. حنت فقدوا ما كاينينش ناس، الحمد لله كاينين شي ناس المغرب اللي فقدوا الشباب ديالنا الثقه، حنا تنرجعوا هذيك الثقه للشباب باش يلقاو حتى فرص عمل. لقيتوا شي عراقيل في تنظيم لكم الدوره؟ لا الحمد لله بالعكس، لقينا المساعده من المجلس البلدي ديال المدينه، ولا الحمد لله ولا من الامن الوطني، ولا من الدائره الامنيه ديال المنطقه، ولا من السيد الوالي الامن الحمد لله ديال فاس، والسيد القائد ديال المدينه. الحمد لله حنا دائما في الحمد لله المساعده، ما تلقاوش اي مدينه فين مشينا تلقاو المساعده. انا الحمد لله اللي تنفتخر براسنا حنا مغاربه وفي ارضنا وارض جدادنا الحمد لله المملكه المغربيه، في اي مدينه تلقاو المساعده من السلطات المغربيه. يكذب عليك شي واحد يقول لك راه تلقاو في التكوين ولا شي حاجه اي مساعده. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.